والآن جولة على المشهد السياسي مع زميلة رواند أبو درغم. مساء الخير رواند. مساء الخير رامز. شو الأبرز اليوم؟ اليوم هي جولة الخماسية، ويبدو أنه وضع الحد لكتلة الاعتدال على أساس أنه ما قدرت الخماسية تكسر هذا الاختلاف ما بين الأطراف السياسية. رح نشوف تفاصيله. اقتراب الاتفاق الحمساوي الإسرائيلي من الإنجاز ووصوله إلى حد وضع اللمسات الأخيرة عليه بهدنة طويلة أو وقف لإطلاق النار على مرحلتين، أجواء إيجابية تعكس ظلالها على المنطقة ككل وتحديدا على الجنوب اللبناني، إذ إن هدوء غزة سينعكس وقفا لإطلاق النار في الجبهة الجنوبية وبالتالي انفراجا سياسيا وسجالات أقل حدة. على صعيد الحدود الجنوبية، أوقف الأمريكي محركاته بانتظار التسوية الإقليمية وتحديد مصير غزة، وتقول مصادر عين التين أن الطرح الأمريكي مقبول أكثر من أي من الطرح الفرنسي ولا مشكلة بالبحث في تفاصيله في حينه. أما الرئاسة اللبنانية فهي استحقاق دستوري لا شأن لآموس هوكشتاين فيه، لذلك لا سبيل للانتخاب سوى التوافق والحوار بين الأطراف الداخلية مع دفع خارجي. وعلى هذا الأساس بدأت اللجنة الخماسية بتحضير أرضية للتوافق والحوار، ولكن وفقا لمفاهيم مبادرة كتلة الاعتدال. وتقول مصادر عين التين للجديد أن السفراء الخمسة أكدوا مواقف دولهم من دعم الحوار وتشجيع التشاور بين اللبنانيين للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، كما استفسروا عن آليته التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري. من جهته ووفق معلومات الجديد، جدد الرئيس بري تأكيده للخماسية بشكل واضح على الصيغة التي أعلنها والآلية التي وضعها لمبادرة الاعتدال، على اعتبار أن للحوار أصول ولا ينبغي أن يكون من دون رئيس يديرها ومن دون الدعوة من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب. لم تبدي الخماسية أي استياء أو اعتراض أمام الرئيس بري، وخرج سفراؤها على أساس استكمالهم للجولة باتجاه الأطراف السياسية. مصادر مطلعة على أجواء الخماسية قالت للجديد إن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي صوب مسار اللجنة الخماسية وركز على الالتزام بالدستور اللبناني كبوابة عبور لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي تضيف هذه المصادر أن صيغة الاعتدال سقطت بفعل إصرار الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس بري على صيغته الحوارية، في حين أن العديد من الأطراف السياسية يرفضونها. على خط الثنائي المسيحي، أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن خطوط التواصل بين القوات والتيار الوطني الحر قائمة وساهمت في الوصول إلى التقاطع على مرشح رئاسي، لكن ما لم يعلن النائب باسيل وجوب أن يسلم حزب الله سلاحه للدولة لا نرى أي موجب للتلاقي في سياق مشهدية واحدة، لأن أي مشهدية يجب أن تعبر بصدق عن رغبة اللبنانيين في قيام الدولة الفعلية التي يحول دونها سلاح حزب الله ودوره. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قال من برنامج الحدث أن الرئيس نبيه بري مستعد للدعوة إلى جلسات مفتوحة بعد التشاور لانتخاب رئيس للجمهورية، شرط ألا يقفل باب المجلس على التشريع. اتفقوا هن الأمانة العامة لمجلس النواب تدعو، ما في مشكلة لأنه هذه الأصول هيك تقتضي، والرئيس بري يرأس التشاور، هيك عم تقول لحد هلا طبعا. والرئيس قد يرى في لحظة الدعوة أن هنالك مصلحة بأن يكون أحد ما نائب الرئيس ما يترأس غيره، فالمجلس الدستوري أقر بأحقية المجلس النيابي بالتشريع حتى في ظل حالة الشغور. الرئيس بري قال بشكل واضح كمان ومرر هذا الأمر أنه الجلسات أو الدورات قد لا تستمر أكثر من 3 أو 4، إذ لم نستطع الوصول إلى انتخاب رئيس بعد 4 دورات متتالية. شو المطلوب؟ أنه نبقيها مفتوحة لأيام وأسابيع وأشهر، وقد نحتاج إلى التشريع في لحظة مناسبة، في لحظة استثنائية، نحن بظروف استثنائية عم نمر فيها. من جهته قال نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك عبر برنامج الحدث أن التيار مستعد لتلبية دعوة الرئيس بري إلى التشاور من دون شروط مسبقة تفرض المرشح سليمان فرنجية. ما عندنا مشكلة نلبي دعوة، وخصوصا من رئيس مجلس النواب،
بالعكس، بس بده يكون الأجندة واضحة. أول أجندة بدها تكون واضحة هي إنه الدعوة بدها تشمل إنه إمكانية التحاور على شخص الرئيس المقبل، مش يكون تشاور مشان نحن نوافق على الرئيس اللي بيختاره الرئيس بري. بمعنى آخر، مثل ما نحن نروح لعندهم نقول له يا بتوافق لنا، نحن جايين نتشاور معك مشان حضرتك توافق لنا على الوزير جهاد عزعور، بأن هذه مش تشاور، نحن طارحين وطارح الاعتدال الوطني، وحتى كل السفراء اللي عم يطرحوا هو إمكانية التوافق على شخصية أخرى غير هالشخصية تانية اللي نحن ما قدرنا نوصلهم والثنائي ما قدر يوصلهم. ومع هذا الخبر نصل إلى ختام فقرة المشهد السياسي. رامز، عودة إليك. شكرا لك رامز.